القدر عمراني، مرحبا بك في قناة وبيك الهدف. خويا عنا الله يخليك. شكرا على قبول الدعوة لإجراء هذا الحوار. لا شكر على وجهك. وحشنا كوتش. الله يسلمك خويا، ما كنتش على بالي. واستغلينا الفرصة يعني في التواجد تاعك هنا في العاصمة. هذا شرف. هذا شرف لي يا خويا، ما في شيء إشكال. يعطيك الصحة. يعيشك خويا. خبيت شوية. مباشرة بعد نهاية المرسيم. نظن بلي في بعض الأحيان السكوت حكمة يعني. السكوت حكمة. جو بونس كو أنا مانيش من الناس اللي يتكلموا كثير. ولو يعني في العمل تاعي في بعض الاحيان نعطي الفرصه للمساعدين تاعي باش يتكلموا باش يعبروا باش يبانوا في نفس الشيء على الساحه الرياضيه، هذا شيء مهم بالنسبه لي. اما بالنسبه لي اهم شيء هو ربما العمل تاعي في الفريق سواء في الميدان او خارج الميدان. نعم كوتش عبد القادر عمراني سنوات طويله والله الحمد عميد لله عميد المدربين الجزائريين الحمد لله. توجور هذيك لونفي تاع تخدم تاع تقدم الاضافه ستي باسيون. نظن بلي واحد قبل كل شيء واحد يحمد ربي شويه على الصحه برك، هذا هو البليز امبورتون. واحد يقدر كيما يقولوها يقف يمشي يتحرك. نظن بلي هذا الشيء ربما خلاني دائما تسيبني في الميادين هي الرغبه ولا باسيون، والشيء اللي نقدر نضيفه لهذا لي جون. جو بونس كو لو ميتي تاعنا سا ميتي نوبل، سا ميتي نوبل كي دوموند بوكو دو ساكريفيس، فو ايمي سي لازم تبغي هذا الميتي، فو ايمي. واحد يسانفيستي à 100%، والله غالب جو بونس كو كبرنا ديزاني سوا طون كو جوار ولا انترونور، ما نعرفوش نديرو حاجة واحدة أخرى، كي نخرجوا من هذا الميليو ما نسيبوش رواحنا، سي بور سا كو واحد طون كي لا بوسيبيليتي بور دوني بليس أو بور كون ميم، ميم يعني فير دو مون ميو بور أشاك سيزون كو جو فاس ميو كو شاك سيزون، اللاعبين اللي يخدموا معايا يتحسنوا المستوى تاعهم، يتحسن ربما المردود تاعهم. يتحسن حتى التفكير تاعهم باسكو جو بونس كو الفوتبول افون تو سي المونتاج، هذا هو الهدف تاعي والحمد لله. جو بونس كو كي نتلاقى في بعض الاحيان بعض اللاعبين اللي كانوا عندي ربما وحبسوا اكتيرمون دائما يفكروني في ايامات ربما المليحه اللي عشناها جميعا، وكان فيها المليح وكان فيها مش مليح. مي دون لا في هذه هي الدنيا، نهارات مليح نهارات مش مليح. نعم واللمسه مازالها حاضره كوتش. شفنا الموسم المنقضي شباب قسنطينه واحد من افضل الفرق لطبق كرة قدم جميلة. والله الحمد لله. جو بونس كو ما كانتش سهلة بالنسبة لينا على بالك، سواء أنا سواء الطاقم الفني تاعي كي التحقنا بالفريق سيتي بعد لا كاتريام ولا سانكيام جورني، الفريق كان عنده 6 نقاط. الطموحات تاعنا كنا أننا نلعبوا على باسكو ما يخفيش عليك فريق شباب قسنطينة ماشي من الفرق اللي سهل أنك تدربها وسهل أنك ربما تكمل الموسم معاه، ماشي سهل باسكو تحبوا راكاعو فريق اللي لازم عليك تلعب الادوار الاولى فيها، لازم تكون مردود لاعبين في المستوى يعني 100%، ولهذا نقول المهمه ما كانت سهله بالنسبه لنا. هذا الشيء اللي خلانا كنا طامعين في مرحله الذهاب نوصلوا اقل شيء 28 او 30 نقطه باش نجموا نتكلموا على الادوار الاولى. مع الاسف نظن درنا بعض التعثرات وكملنا لافاز اللي هافيك 24 بوان كانت قليلة بالنسبة لنا وخلاتنا ربما نشتغلوا أكثر. والحمد لله يعني كي تشوف المردود تاع الفريق في مرحلة العودة تقول الحمد لله، باسكو في لافاز روتور جبنا تقريبا 29 نقطة، كنا من أحسن فرق في لافاز روتور. في الموسم الفارت المقابلات اللي بحناهم ربما خارج الديار أكثر من اللي ربما داخل الديار، وهذا يدل باللي الفريق تكونت عندهم شخصية اللاعبين. احنا كنا متعودين في بعض الأحيان كي نلعبوا مقابلات خارج الديار تاعنا ما كانش عندنا هذيك الثقه في النفس ومن الناحيه الذهنيه انك تقدر تربح مقابلات خارج الديار تاعك. هذا شيء مهم. انا نقول باللي ليكيب سو فورج على الاكستيريور، هذا هو الشيء اللي ربما وزيد. الشيء الايجابي بالنسبه لي هو التنقل تاعنا من ملعب عبد الملك الحملاوي، ثم كنا نلعبوا في طرطون ملعب صغير، اللاعب ما يقدرش يمدك المردود اللي قادر يمده في الظروف في الملعب هذاك شويه ضيق وطرطون. بار كونتر في الكازون جو بونس كو حبوا نكرهوا الكازون تاع حملاوي، ما شاء الله نظن بلي خلات عندهم اللاعبين هذاك لون في دو بروغريسي لون في دو ترافاي. الحمد لله جو بونس كو هذا الشيء اللي ربما لاحظته انا انه الرجوع تاعنا الحملاوي ثاني فادنا كثير، هذا الشيء اللي شفته. نعم كوتش قبل ما نكمل ونوصلوا الحديث على النادي الرياضي القسنطيني، مادام رانا مادام مشيت انت من الفريق سمعنا باللي كنت رايح تخوض تجربه جديده في الخليج.
والله يا خويا شوف الاتصالات اغلب الاتصالات سي دو لوفيسيو با دو لوفيسيال، في ربما اتصالات ولكن ما تفهمناش، ربما في بعض النقاط واحد كي تاني كي يخرج يشتغل خارج بلاده لازم يشتغل تاني في ظروف مليحه، لازم الناس يعني تقيمك وتكونسيديريك. انا لما تقول باش تروح باش تروح ما نروحش باش نروح، لما تكونش عندك ربما قيمه بيك بالصف تاعك جوبونسكو واحد ما يمشيش لاكثر ولا اقل. جوبونسكو اهم شيء بالنسبه هو انك تمشي براسك عاليه، تمشي بوسيون دو فورس. هذا هو يعني لحد الان مازال ما فصلتش في المستقبل ديالك. مازال لحد ساعه مازال، ولو كان في بعض الاتصالات هنا في الجزائر ربما نفس الشيء نتكلم ونقوله، ولكن انا فضلت هذه الفتره هذه بعد ربما المشكل اللي صار في الديبي سيزون مع شباب قسنطينه، نبقى نروح فضلت اني نريح كل الامور. يعني المورال شويه تاعك شويه نو سيدي يعني حبيت تبقى مع النادي الرياضي القسنطيني، حبيت توصل معهم. نظن باللي هذه النقطه تكلمت عليها، انا مانيش هنا باش نتكلم على الناس، كل فريق عنده سياسه تاعو، باسكو ماشي انا اللي ندير سياسه الفريق. البروجي تاع ليكيب ماشي انا، سي المسيرين سي الاداره. صراو يعني اشياء اللي ربما ما خلتنيش ربما نبقى الفريق، ولو كانت رغبه المسؤولين كبيره على البقاء تاعي، لانه ربما كنت غادرت الفريق ولاسباب نظن واضحه، يعني الناس اللي قراب الفريق يعرفوها، الانصار يعرفوها. نظن انا كملنا مرحله الذهاب كنت مديت قائمه تاع اللاعبين اللي يلزم ربما يروحوا، وهذا الشيء ما يعنيش بلي هذو اللاعبين ما عندهمش مستوى. فاهموا مليح يعني دون توت لي زيكيب يا ان سارتان مومون يا دي جوار، باسكو كون تي في جوي بريمير اون لي سوا فور لي جوار كي المونتال والذاحله الذهنيه اي اوسي لي كاليتي بور كاليتي تكنيك بور اوتوماتيكمون سي لي ميم جوار كو جافي بروبوزي، باسكو كي تكمل العام يدوموندي في ان بيلون. فاهموا كاين بعض الاصدقاء ما يديروش البيلون، يكمل العام ويروح. مي مو جافي اسيمي ما ريسبونسابيلتي او ما دوموندي ان بيلون مورال، ولو لو بيلون مورال فيه عده اشياء ايجابيه نو اكيد في عده اشياء ايجابيه، ولكن في النهايه لازم تخرج بحوصله. تخرج بحوصله، والحوصله الان يلزم يكون تدعيم الفريق من كذا كذا من حارس المرمى وروح اوتوماتيكمون. هذا الشيء اللي كلمت عليه وهذا الشيء اللي طلبته من المسيرين، هذا الشيء اللي ما قدرناش نوصلوا له مع الاسف. انا كون جو فوا دي زيكيب كاع لي زيكيب الجيريان سواء اللي يلعبوا البريميرول ولا يلعبوا الماتيان، يعني تشوف يعني في دي موفمون لا فان سيزون، يا دي جوار يتصلحوا يا دي جوار يجيو، سي ان بروبليم دي مون دو ريلاسيون دو كومونيكاسيون. اوتوماتيكمون احنا قالوا لي ما نقدروش نصلحوا اللاعبين، هذا الشيء اللي ربما درك اذا راح تخدم بنفس الشيء اوتوماتيكمون مع احترامي نعاود نقول هذا اللاعبين، باسكو هذا اللاعب اللي يروح في فريق اخر ويلعب طومي بول وي هذا ما كان، باسكو كون تي في البيلون تاعك ودير كيما يقولوا لي ستاتيستيك تاعك سو لو تو دو بارتيسيباسيون تاعك جوار تسمى لاعب ما لعبش بزاف بارابور عام كامل ما لعب والو بريسك، هو ما يتستفاد والليكيب ما تستفاد. سي بور سا كو فوك لازمنا نتعلموا باش نسيروا بعقلانيه، نسيروا يعني ونخدموا بضمير، نخدموا كما يقولوا بالواجب. بصح حنا كون سمح لي نقاطعك، نعرفوا بلي كوتي تكنيك لو ديرني مو يولي لونترينر، يقول لك نسرح تالو تال جوار يتسرح، جيب لي تالو تال جوار ابار الى الله غالب صارت حاجه ما قدرتش تجيبها. هذا هو يعني هذا هو النقطة تاع البلان فير تاعك مع الموشن ديريكسيون. والله هو ماشي شوف انما العمل بالنيات، باسكو كان تكون النية كل شيء عنده حل. انا قلتها وعاد نقولها، جو بونس كو اون بون ايكيب افون تو سي اون بون ديريكسيون سي لا جيستيون هي صح. انا عندي مسؤوليه تاعي سي لا جيستيون دي جروب في التيران وفي لا كومبيتيسيون، هذا هو البلوز امبورتون، بوكو بلوس امبورتون كو لونترينمون. كون تي جير تون جروب يا كان بروبليم، ما تخلي حتى واحد يدخل في الجروب تاعك، ما تخلي حتى واحد يخسر لك خدمتك، هذا هو الواجب تاعي يعني. بالنسبه للتسيير سي الاداره هي الاهديه تسطر الاهداف اوتوماتيكمون، الى ما تكون عندهم الرغبه باش يغيروا باش يحسنوا كل شيء سهل، هي مساله الثقه. هذا هو المشكل، مساله الثقه، كي تكون الثقه وتكون لا كومونيكاسيون، احنا ما كانش عندنا هذا، ما كانش عندنا استادير انت تخيل مو جافي ان كونترا حتى لا فان سيزون،
بيا بالديريكتور سبورتيف اوتوماتيكو كي كملنا لا سيزون هم دوموند ان بيلون تعطيني ان بيلون بعد ما يقول لك لا ريح ولا راك معنا ولا ما راكش معنا اوتوماتيكو انت تفهم ما با بزون يعني ما تحتاجش ولو نشكر الانصار باسكو هذه جون كي كانوا يتمنى ويرغبوا باش تبقى في الفريق لا الانصار تاعنا متعلقين بالفريق نشكرهم ونحترمهم انا نحترمهم كثير نحترمهم كثير باسكو على بالك في الفريق الحمد لله جو بونس كو هذو البليز امبورطون واحد وكل واحد يجبدوه فعاله وانا ديفا نقول له واش حبيته قال ما يعرفش ولا يعرف مش هذا المشكل ما تقولوش ما تقولوش سراق ما تقولوش كذاب ما تقولوش هذه وخاطر فهمت هذا هو البليز امبورطون Maintenant, quand on ne trouve pas, les choses ne sont pas claires, yani, nous avons des choses autres, des réalités, pour nous faire, je pense que je ne suis pas des gens qui sont dans le cours. Salam alaikum, je vous remercie, salamat, je vous remercie, je vous remercie, et je vous remercie. Et si vous avez des choses, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, parce que nous sommes très bien, Masha'Allah. سي فري كل المشكل في شباب قسنطينة المسؤولين تاع الشركة سي فري ما عندهمش تجربة في تسيير فريق كرة القدم ولكن يعني يوفروا كامل الإمكانيات باش الفريق هذا يكون في مستوى عالي. تقبلت الرغبة تاعو وتلاقينا ولكن دائما نفس المشكل قلت له أنا لازم نصلحوا اللاعبين باش ما نجيبوش عاود نفس باش نعاودوا باش نقدروا نجيبوا لاعبين باسكو ما تقدرش العام اللي فات في 14 لاعب جاوا في الدبي سيزون استعملت غير 5 أو 6 في بوست واحد تلقى 3 أو 4 جوار في بوست واحد بعد انت اللي تعيش المشاكل حتى واحد كومون تي فاجيري الجروب كومون تي كان اللي يولي نوليو في مشكل انت ماكش انت مسؤول عليه بصح كوتش تفهم بلي هاد لي كرون كلوب فيهم ضغط متزايد على فرق اخرى نادي رياضي القسطنطيني ماشي نبرك على بالي متعاون ما هذا الشيء مع الشركه من الخلف فيها موسيين فيه انتوما في تضارب الاراء الاختلاف الاراء هذا هو المشكل سي فري كو ان كلوب كيما شباب قسنطينه نحبوا ولا نكرهوا ما تقدرش قلت لك يعني ليس الفريق عادي قلتها لك يعني ماشي سهل باش تخدم في هذا الفريق مي اون ميم تو ماشي صعيب باش تخدم فيه باسكو واحد اللي يكون عنده مبادئ في العمل تاعو وهمه الوحيد هو ربما تكوين فريق تنافسي وتعرف كيفاش تسير المجموعة تاكي وكان بروبليم ولكن احنا لا غالب احنا مشكل تاعنا في قسنطين ناسي مشكل تاعنا سكو يعني لو مونك دو كومونيكاسيون دي كونفلي انا نبغيك انت ما تبغينيش انا ما نبغيكش انت تبغيني هذا ما يهضر مع هذا ما تمشيش ولو بليزيور فوا جي انسيستي باش الناس تقعد على الطابلة وتحكي كنت اوني ريسبونسابل يلفو كون سوا بوكو بلو ساج ريزونابل كاع الفرق فيها المشاكل في كاع الفرق فيها سوء تفاهم ولكن لا كومونيكاسيون هي اللي تحل المشاكل هي تحل انا وياك ربما نشتغلوا خارج الملعب انت عندك حياتك وانا عندي حياتي بصح في الملعب وفي الإدارة عندنا هدف واحد هو ربما باش هذا الفريق يكون في مستوى ما هذا هو يلزمنا نتفاهموا ونخموا بالطريقه هذا لازم نتفاهموا بالعقليه هذا ما كان يقولوا بالنقطه التي افاضت الكاس يعني اللي خلات الكوتش ديسيدي باش تمشي هي اتصال الديريكتور سبورتيف اونسيان ديريكتور سبورتيف بالمدرب اللي تعتبره انت كيما اخوك صغير اللي هو خير الدين مضوي اللي راهو دوكا اون بوست يعني انت كنت مازال ما اعلنتش الرحيل تاعك كانوا ديجا اتصلوا بك شو مضوي خويا انا عيطت له قلت له روح لقسنطينه صافا لا ما كانش مشكل بس بونس كو انا ما نحبش ندخل في هاد لي ديتاي باسكو اكتيرمون ليكيب بريبارا ماتش كابيتال تور بري اليميناتوار جو بونس كو لوبجيكتيف تاعي سي او كونترير باسكو ليا كوميم ان بون افيكتيف كاين دي جوار كانوا عندي نعرفهم سون دو بون موراليتي تكنيكمون لاباس بيهم سون كابابل دو كيما قالوا هاد دو باسي هاد ليتاب هي اون ميم طون كو جاريف باش ليكيب او موا تقعد في لا سيرينيتي باش تنجم تبدا لا بريباراسيون دو لا كومبيتيسيون دون دو بون كونديسيون ولو في اشياء ربما يقدروا يضيفوها ولكن مع الاسف جو بونس كو
الشيء اللي تمنيته ولا يتمنى اي مناصر ولا اي مسير هي لا كونتينيتي. احنا في بلدنا ونا با كونتينيتي لانستابيليتي ادمنستراتيف، يروح بريزيدون يجي بريزيدون، يروح مناجير يجي مناجير، يروح انترونور يجي انترونور. كون ندير ستاتيستيك تاعك في شاك كلوب شحال من انترونور سيرا تلقى ان انترونور قاعد عامين في كيب واحده في الجزائر. بعد ما تقدرش ما يخليوكش ولا الظروف ما تخليكش ربما تبقى. هذا هو المشكل تاعنا، احنا ما نصبروش. سيون اريفا باش واحد يصبر اوتوماتيكمون لي شوز بيفا سابيليور. ما تقدرش تكون فريق في كيما يقولوها في عام من والو تحب نو جو بونس كو سي فري. كل واحد يحب يلعب البريميرول، كل واحد يحب يدي تيتر، كل واحد يحب يدي كوب دالجيري، كل واحد هذه طموحات كل واحد، ولكن في النهايه يديها غير واحد. ما يسالونبيش با كلي كانوا يلعبوا البريميرول ولا وصلوا الدومي فينال ولا لا فينال الميريت با ديتر اون فينال. هذا هو الشيء اللي حاب نقول. معلش حتى يعني رغبه الرحيل ما تولدش عندك يعني نهايه الموسم، حتى في منتصف الموسم كوتش في مرحله الذهاب نذكرك في لقاء اتحاد العاصمه في صح في الذهاب في الذهاب على بين في 5 جويليه كنت رايح تعلن الاستقاله تاعك في ندوه صحفيه صح بعدها تراجعت. يقال انك سمعت انه الاداره السابقه اتصلت بمدرب نغيس انت زعفت بعدها تراجعت. والله اللعابه اللي خلوني نبقى صراحه ومشكورين على هذا. شوف هذا واش قلت لك، يعني انا دائما صارت لي بليزير ريبريز حتى مع المسير الشيء اللي يحيز فيك، يعني انك انت تشتغل والناس ربما تخمم على اللي يجي من وراك. انا دي فوا تبوز لا كيسيون علاش جبتني باش تنحيني ولو سيدي ما كانش النتائج يا كان بروبليم. جو بونس كو واش قلت انا درك قلت كاينه لا كومونيكاسيون، نجمعوا الطابله ونحكي ونشوفوا الحل. انا جي جامي تي انفرضو، عمري ما حتمت روحي على اي فهد. انا طبيعي عارف باللي مهنتنا احنا مرتبطه بالنتائج. اليوم النتائج راك مدرب مليح، ودا ماكش نتائج راك مدرب مش مليح. هذا ما كان مثلا هذو لي كوبا اللي مش مليح استدير تغيرك بس كان كيما كنت تقول لي درك مع احترامي الزملاء تاعي كاع كاع يقدروني كاع يحترموني كاع خاوتي كاع ولادي كيما حبيت تسميهم. كان اللي دربتهم درك راهم يدربوا يلعبوا في بليزير يكونوا ناجحين. نجي او كونترير انا نشجعهم باسكو هذو لي زونترونور ناسيونو ولاد بلادي هذا جيم بيان لي فور دون تو لي كلوب دالجيري. ايزون دي بصح حنا الغالب احنا مازلت عندنا العقليه ربما نتاع نجيبوا مدربين. ولو اني مش ضد لي زيترونجي باسكو الفوتبول يونيفرسيال اليوم هنا غدا نكونش هنا في بلاد واحده اخرى ستة فيلان مي ليا كوميم دي جون كي اون لابول دي جون اللي قادرين ربما يجيبوا الاضافه وقادرين نعطيوهم فرصه كيما تشوف زغدود راه يخدم ولا تشوف غيره. هذا هو الشيء اللي ربما كنت نتمنى. ولهذا قلت ما كانش كيما لا فرانشيز انت تخدم صاري في الفوتبول في الماتشين ماتش تربح كيما تخسر كيما تربح على الاكستيريور قد تعثر في بلادك. انا الموسم الفارط لازم نقول لك ضيعنا 14 نقطه دوميسيل وكان ربحنا المقابلات اللي في بلادنا رانا دينا شامبيون فاهم. وصلنا دومي فينال ونافي لا بوسيبيليتي باش نلعبوا لا فينال وكان صفروا لي ضربه جزاء دقيقه الاخرى تاع الزعلاني ربما راني اون فينال. جو بونس كاين دي شوز خاطر النجاح مرتبط بليزيور بارامتر. هذا هو المشكل، ماشي النجاح عمره ما كان فردي، هو النجاح هو جماعي. ولهذا الفو نتعلموا نصبروا. مباشرة تتصل بمدرب. نصبروا يعني واحد حبيت مانيش عارف حتى انا مانيش تدير الناس لازم تخطط. قال ندير ان بيرو من لافازالي ونجتمع على طابله ونشوف روحي انا اسكو لافط تاع المدرب ليفيكتيف يعني ان سارتان مومون ننساو. صح ربما سي ان بروبليم بيرمون ديفيكتيف ديفيكتيف كي ايتي ريكروتي مع احترام اللاعبين. يا دي جوار كيما قلت لك بور جوي البريمير اون فوتر بروفيسيونال. بروفيسيونال في العقل، بروفيسيونال في المردود، بروفيسيونال في الكومبورتمون. هذا هو البلوز امبورتون. دونك تدخل الملعب الناس تحس باللي هذو الناس تخدم صاحبي فور كاني دي تيتر حبي كلاسي الاول مش يدخل يدرب جات راحت مليح مش مليح. انا هذا الشيء ربما اللي في بعض الاحيان ما نفهمش مع بعض اللاعبين ما نفهمش معاه باسكو اسات ما واحد يدخل تاني يدوا فور لي فور. انت ماكش تلعب اليوم دخل لي في راسي بلي عندك بلاصتك
سي ماشي بالكلام باسكو ان سيرتان مومون بالخدمه باللونترينمون نعطيك فرصه تدخل باسكو زيدوني لا كيما يقولوها لوكازيون تو الجوار دو جوي كنشوف لي ستاتيستيك كاع لعبتهم كاع عطيتهم فرصه كي صغير كي كبير وكونترير كان صغار كملوها تيتيلير كيما شكير كملها تيتيلير كيما طمين كاين ما كانش يلعب ولا يلعب هذا هو البلوز امبورتون سي بور سا كو ان سيرتان مومون دو جوار كيتير ليكيب بالو باسكو سون امبيسيو يحبوا ينجحوا ماشي كوتي سي بري هذا خدمتهم وخدمتي وكوتي فينونسي تي امبورتون مي سي يا كوتي سبورتيف كوتي سبورتيف كي تري امبورتون هو تكمل كارير تاعك وجديد وجديد ونلعب تروح ليكيب ناسيونال ولا كي نشوف مداني راح ليكيب ناسيونال صافي بليزير راح معايا وكونفوكاسيون صافي فريمون بليزير وتقولها لهم يا دوتر جوار سي بور سا واحد في الدنيا يلزم يكون امبيسيو يكون حار على الخدمه يكون طماع يكون امبيسيو باللي ماشي قادر نروح ليكيب ناسيونال ما نقعدش نشوف غير صغير ونبقى غير نحضر اكثر من اللي نلعب ونحوس نخلق المشاكل لونترينر النيفو ماشي هذا المستوى هذا ما انا نحكيو بكل صراحه كوتش كاين مدرب شاب عملت يعني باش تبينو باش ماذا بك ثاني ينجح اللي هو لونسيان جوان تاعك هاز الدين راح خويا نسال طيب نهايه الموسم نو يا يعني شوز كي تفرقتو لا لا مش فارقنا سي فري رحيم انسان ولو نعرفو من قبل انا نعرفو من قبل كي كان جوار كنت انا مدرب كان هو جوار التجربه تاعو معايا على بالي كان في المستوى انسان طيب انسان باسكو الستاف تكنيك تاعك النجاح تاع ليكيب سي الستاف تكنيك النجاح تاع ليكيب سي الستاف تكنيك كون في ان بون ستاف تكنيك اوتوماتيكمون تي نا ما تشوفش موراك نخمو كيف كيف نتكلمو كيف كيف كونتوني ان اونترنير وعندك ان جوار وعندك ان ستاف يلزم لهم كيما نقول لهم في بعض الاحيان يلزم يدوض ايبوزي مزيدي انا نشوف في هذا ابيض وهو كحل كي نقول لك انا ابيض قول لي واشي ما كاينش مشكل كي تكونوا خدامين ما كي يكونوا قاعدين وحدنا باسكو انا ما خبيش عليك تنجم تسقسيهم يسون لا نهضر معاهم بزاف نسقسيهم بزاف ما نديرش حاجه سيرتان بلا ما نسقسيهم واش رايكم واش رايكم جيو نحب بريميرمون نقيمهم سا سي امبورتون باسكو واجب عليا لور دوني بوكو بلوس دو كونسيديراسيون قد ما نعطيهم قيمه قد ما يلفون سانفيستير دون لو ترافاي اي اون ميم تان جافو افور يعني فكره تاع الناس اللي عايشين معايا باسكو لو بلوس امبورتون هما ماشي واحد اخر ما نسقسيش غيرهم انا ما نسقسي حتى واحد ابار ميزال جوان اي دون سو سونس لا جو باسكو رحيم كان في المستوى كان بروبليم سوا هو سوا بريباراتور مو جافي ان بريباراتور فيزيك او يخدم 8 تاع الصباح 9 تاع الليل الناس ما يعرفوش هذا الشيء يخدم مع المرضى يخدم مع لي سيسبوندو يخدم مع لي توتيلير يخدم مع لي رومبلاس الجور دو روبو ما يعرفو سي كيلكان كي يمسو ميتي ماك صاحبي سي دكتور يقري في الجامعه ما شاء الله جو بونس كو انا في بعض الاحيان نقسم لك بالله يعني نشد له شاده اللف انا هذا هو جي توجور فالوريزي لي جون كي ترافاي افيك مو عمري ما انكابريت الخدمه لي انا وحدي خاطيني au contraire انا جو في ان سارتان مومون نقول لي انا غير نلاحظ ونورينتي الى الترافاي يسون لا بور لو فير يا اوكان بروبليم والحمد لله اكتيالمون راح يمشى للسي ار بي صحته يستاهل ياس بن حاحه مدرب الحراس مشى للاتحاد العاصمه انا شوف يعني ما شاء الله صافي صافي بليزير صافي بليزير يعني. صافي بليزير دونك واحد يخدم معاك انتايا سوليسيتي بور دوت كلوب ما يسال خدمه الحمد لله نو ميم نحبوا ننكره واحد يزبدوه فعالو يبدو فعالو il mérite tout le bien que je pense de lui soit هو soit بن حاحا on reste toujours des amis ما خدمتش انا هو ما تاني بير دو فامي ما غاديش نقول له ما تخدموش انا وما من ما نخدمش انا ما تخدموش لا ما نقدرش سي دي بير دو فامي يا كان بروبليم نعاود نوليو للمدرب تاع ديما ضوي قلت لي سي مون بتي فرار انا اونترينور امبيسيو شفناه معاك في لي ستاج تاع الكاف لا برو لا بريف جبتو معايا جبتو معايا في الستاج اونسومبل باسكو كان ستاج براتيك كاين هو كاين بوعراطا كاين ريموس اون ايتي كات اون ا موديل ا فير اونسومبل كان معنا شيحة دي تي ان نو لي ريلاسيون اونتر لي زونترينور عمرها ما كانت فيها مشاكل على اساس غير ديما دوي كيما قلت الكوتش سي ان مونترينور امبيسيو دار تشامبيونز ليغ مع لونتونت اكتويلمون راهو في سي اس اي وعلاش لا ان شاء الله ما يعرفش بعيد مع ليكيب خاصه في المنافسه الافريقيه ان شاء الله يقفوا معاه
ce que je demande aux supporters, aux responsables, d'être patients. صبر شويه. يكون صبر شويه ويقفوا معاها سا سي امبورتون. جو بونس كو على بالك تجي في بيريود شويه ديفيسيل نحب نكره هو دائما انا نقول حاجه شوف. نقولها سواء المسيرين سواء حتى اللاعبين، اللاعب نقول له شوف كمل مليح تبدا مليح. كاين دي جوار في الديبي سيزون ما يلعبش مليح. ويعاود يبان في لافان سيزون. لو كاتاش كان. يكمل العام يلي فان كونترا يلي سوليسيتي يقدر يقعد قادر يروح يزيد في قيمته يزيد في الصالير تاعو. نحبوا نكرهوا. سي كوم سا ميم لو كلوب اللي يسير لازم يكمل العام مليح باش يبدا العام مليح. يعني اللي فيت كاع هذا الروتار والمشاكل. هذا الشيء اللي ربما كنت نطلبه انا، سي بور سا جا شويه في ظروف شويه صعيبه. مي دواف ليدي لازم نقفوا معاه لازم نعاونوه سواء انصار سواء انصار سواء انصار سواء مسيرين سواء لاعبين باسكو اللي جوار تيزيني عندهم مرور. معليش حنا مادام حكينا على وسرى الكوتش هاد لا سيزون باسي باش الاداره الحاليه ما توقعش في نفس مشاكل الاداره نفس اخطاء الاداره السابقه ممكن تتفاداها. لانه مدينه قسنطينه شعب قسنطينه يعني فريق فيه كل مكونات النجاح يقدر يمشي بعيد في المنافسه الافريقيه. شوف واش لازم باش يمشي بعيد. شوف هي ما كانش حل. شوف واش لازم هي الذهنيات قبل كل شيء. ما نقدرش نزيد مونتاليتي يسمى نفكروا اوترومون. كاين ناس يكرهوك بلا ما يعرفوك. كاين ناس يكرهوك ما دخلت عنده البيرو ما هدرت معاه يخدم معاك باسكو المشكل اللي يصير كي يكون واحد يخدم معاك ويضرك. اما المناصر تربح اليوم يقول لك شيخ مليح ما تربحش اليوم يقول لك شيخ مش مليح. وفي الدنيا هذه كلها ما كاينش واحد يبريفير لينانيميتي. ماشي كاع الناس تبغيك سي توتافي نورمال. انا مش انا باش تبغيني الناس انا باش نخدم خدمتي ونقوم بالواجب نتاعي وما نديرش حتى حاجه تضر الفريق وما عنديش الحق ندير واش ما نحب. ماشي رزقي يعني خدام شو بيزيد دو فرصة. هذا هو المشكل. احنا بالنسبه للاداره دونك كيما قلت لك في الاول البروبليم ريزيد دون انستابيليتي اي دون لا كوميونيكاسيون. كيفاش انت حبيت تحبها تمشي انت احنا ما فاهمينش لازمنا نفهموا انا وياك باش اوموان هذا المدرب يخدم في ظروف نفسانيه هانيه ما يقعدش يخمم هذا ما يهدرش مع هذا وانا كي هدرت مع هذا يردني معاه ولا هدرت مع هذا يقول لك راه معاه يعني اشياء تافهه بصراحه يعني ماشي في نتاع مستوى يعني نتاع فرق محترفين. لازمنا نبدلوا ذهنيات. انا قلتها لهم وكور لا سيزون درت انترفيو قلت لهم يا ناس اجتمعوا طابله واحكي وحلوا خلي ليكيب اموات لا روز لو ما تحبنيش الخدمه خدمه خلي فيت ترافاي خلي ما تحبنيش ماشي مشكل من الخدمه خدمه السب مش مليح بسبني ولا نسبك بس طيح ولا نطيح لك هذا مش مليح. مي بلوز امبورتون انت عندك مسؤوليه وانا عندي مسؤوليه. انا ما نقدرش نخدم ضاف والضاف ما يقدرش يكون اونترينور. هذا هو المشكل برك. هذه هي الدنيا ولا غلط اوتوماتيكمون كل حاجه تمشي وناقفوا مع هذا المدرب وناقفوا نبقى احنا نخلي المسؤوليه تاعي ونتبع الناس يعني هذا ربما اللي يضر الفريق. واش قلت لي انت قلت لك في الاول قلت لك قوه اي فريق في الاداره وقوه الفريق. نحكي لك واحد لا ماشي سي اون رياليتي ما نذكرش الاسم. خدمت في فريق في نصر العيون 11 ماتش ما ربحتش ماتش اللي ماتش جيت البريزدون شي خليني نروح ما مشات وانت عليك ضغوطات قال لي والله ما راك رايح منا راني نشوف في الخدمه وعلى بالي باللي تجي. انا دي فوا جي سي بس ما حداش بات قال روح بالك اللي يجي عنده يجمع الديكليك بس سي با توجور كوم سا يعني لي جوار يتليك قال لك جاب لهم الديكليك يجي الديكليك اوتوماتيكمون يربحوا ولا ما خلاني نروح. قال لي والله ما راك رايح منا ونشوف الخدمه ونجي. ابا كملنا دوزيام ودينا حتى كوب باش تفهم بلي اسات ماما يليق شويه نصبروا ونخليو الناس تخدم ونساندوا وتمشيو بالمنهجيه. كاين ان بيلون فان دار لي دار وان بيلون فان سيزون دار يا كان بروبليم. يعني لازم نكونوا محترفين
ولو حبيتني نروح نعيط كيما تلاقينا في يعني صحاب نتفرقوا صحاب ماشي عيب. معليش كوتش اون كونتر بارتي كاين دي جون يقولوا بلي عبد القادر عمراني العقليه تاعو صعبه نوعا ما، الخطا معاه ممنوع. مش كاين امور يقدر يتغاضى عليها، ما يتغاضاش يعني. ما شوف خويا قال لك وصرات له في دوتر كلوب مثلا وفاق سطيف بدا معاهم لا بريباراسيون ومشى ما كملش. لا بصح هذيك هذيك قصه اخرى، مش انا مشيت يعني الناس تعرف مليح انا دي فوا الشيء اللي مش مليح انه الناس يتهموك باشياء انت ما فيكش ويديروا لك تزيتيكات انت ما فيكش. هذه الحمد لله ما قالوش حاجه اخرى، قالوا خدام ومزير وما قالوش ما قالوش يبيع لا ما قالوش ياكل مع لي جوار ثاني ولا يجيب لي جوار ويدي معاه الحمد لله. بس تخاف من هذه بوكو بلوس مي دون في الخدمه كاينه حاجه اخرى. انا واش قلت لك في الاول؟ قلت لك انا ما عنديش دروا ندير واش نحب في الفريق، واللاعب ما عندوش دروا يدير واش ما يحب في الفريق. نحترم كاع اللاعبين، سقسي اي لاعب لعب عندي سواء كان تيتيلير ولا رومبلاسون ولا ما لعبش، قول له شيخ يقول لك راجل الحمد لله ولو ما لعبتوش يحبوا يخدموا معك ولو ما لعبتوش. بس نطلب حاجه ما نظلمش وما نحقرش، قدر نغلط اليوم جي في عن شوا ما يمشيش، تخيل هذا الجوار تدخلو ما يجيب لك والو، الماتش الجاي تدخلو يربحك سي دي بون يعني سي دي شوا مي جي توجور اسيمي مي ريسبونسابيلتي. مثلا انا واش قلت لك؟ ما جاوبنيش على الموضوع دوك نوليو. انا واش قلت لك خويا؟ قلت لك انا الواجب تاعي نحافظ على المجموعه تاعي، عندي ايكيب متكونه من ستاف تكنيك، ستاف ميديكال، ريسبونسابل ماتيريال، جوار، وانا هذو ندير المستحيل باش نحافظ عليهم، باش ما نخلي حتى واحد يدخل في وسطهم، ما نخلي حتى واحد يهدم الشيء اللي نخدموا فيه. باسكو ليكيب على بالك يدخلها الريح راحت، يدخل الريح منا والريح منا والريح من هنا راحت، هذه هي لا ديفيرونس. باسكو جيسي دو بريزيرفي ليكيب تاعي باش ما نخليش حتى جوار يتيه ولا يخرج من الجروب، باسكو كاين دي جون كي اون بروفيت. شكون اللي خلق المشاكل؟ اللي ما يلعبش وكاين اللي ما يلعبش وعمره ما خلق مشكل. اوكي وشكون اللي يحب يخلق المشاكل اللي كيف يروح للي كي يجي اللي ما يلعبش باش يخلقوا المشاكل اللي كيف. هذا الشيء اللي ربما انا ما نتقبلوش ومش نتقبلو، ما نقدرش نتقبلو. باسكو اذا انت تطيح وتنوض وتبات قاعد وتحسب وتدخل هذا تخرج هذا ولور تورغانيزي خدمتك وتجي لونترينمون تسب الناس تمشي عسى يبا الله يهدينا يبا ما كانش النجاح بلا سيريو خويا ما كانش تي با باري ما نكذبوش على بعضنا بعض دون تو لي دومين في ولادك مع دارك الا ما تكونش منضبط مع ولادك ومحترم ودد ما شكون لما ولدك ما يقدركش وبنتك ما تقدركش شكون شنو بقى لك خويا؟ هذو ولادي يا اخي اني نحافظ عليهم اكثر من نحافظ على ربما ولا اللي عايش معاهم. هذه هي جوبونس كاينه حاجه اسمها واقع يعني احنا نقول لك هاو واش من عسكر تجي على لونترينمون عسكري هذه مبدا كيف اخويا نطلب منك تخدم ما تخدمش تغيب لما كيما تحب تجي وقت اللي تحب تروح وقت اللي تمرض وقت اللي تحب وتبرع وقت اللي تحب ما كاينش من بعد واش تولي تولي انت لو داندون دو لا فاس تولي انت ما تعرفش وما قادرش عليها وما تحكمش فيهم ومش قادر هكذا نولي نهضروا يا سمحنا الله يهدينا والسلام اكثر قلنا ما بستيف جو بونس كو سي دي شوا تاعهم شوا تاعهم كنت خدام فهمنا النهار الاول سنينا كونترا يا دي تيموا سنينا سيريموني كبيره انا خلعت انا جيتي فريمون كونتون اقسم لك بالله الا محمد رسول الله فرحت ومستوى عالي خدمنا ستاج في اشرام تعبنا ليل ونهار في 10 ايام ليكيب راحت جبت جوار جدد وما درت حاجه بلا بيهم ما درت حاجه بلا بيهم حاجه نديرها شوف خويا شوفوا انتوما مليح مش مليح نجيبوه ما نجيبوش ما نتعداش على الحدود تاعي نعرف مسؤوليتي وانت تبدا وانت تكمل ودائما نحاول باش نخلي الشبهات على نفسي دائما يعني ما نخليش الشبهات ما نخليش واحد يشك فيا ولا واقع انا اللي عندي هنا نقوله واللي في راسي ما نعرفش ما نعرف الحيله ما نعرف نتحايل ما نفهمش معاك نفهم بان عليا بل ما نفهمش خلوها ما نفهمش جافي مي باش نتحايل على الناس ولا نغش الناس هذه ما عنديش كمل الناس تعالجينا خرجت حاجه اخرى ريغلومونتيريال قلت له قلت لي افنو
ريكلومون انتيريور افنون. بصح هذا الشيء كنت تقوله لي نهار الاول خويا، نهار الاول قول لي تخسر تروح ماتش نحيك، علاش نبدا انا خسرت تروزيام ماتش ولا خسرت تروح، علاش نبدا ما نبداش، هي باينه باللي باغي تنحيني يا اخي. لا هاي انت غلط، انت تقول يا بسم الله ضربت 15 في تونس طايح نايض، جيت هنا درت ماتش اميكان تروجو كان جور على الماتش اوفيسيال، تعيط له قلت له شوف بريزيدون فانا ما شوف مور جو دي شوز، هادو اللعبه جبتهم انا ما كانش مش. نتحمل مسؤوليتهم انا، يا با بروبليم، انا ما نحملكمش مسؤوليتها، انا خليني نخدم دون تروهم، ما عجبتكمش ما مشاش ليكيب انا نروح، خليوا لي غير نخدم برك يعني، باش ما نضيعش باش ما نقولوش هرب من المسؤوليه تاعهم. بصح ما تحطليش انت في الكونجلومونتاريو تخسر طلاب ماتش نحي تروح بالا مخلصها تدير ماتش في بلادك نحي لك الدراهم، تدير تخسر في بلادك نحي لك الدراهم، تسمى ولي تعاملني كي انت اونترنير تعاقب، انا اونترنير يتعاقب كيفاش تعاقب؟ تدخل في راسك هذه وتقبلها انت وراي ضميرك وراي شخصيتك وراي قدرك، وعلي جيت البارح نخدم انا كيسح. انا كارير تاعي ورايا اللي خدمت معاه ما في عرب مات وفي ملي توفى الله يرحمه وعشت معاه ايامات مليحة دون تولي كلوب جي في كي دي بون مومون دي موفي مومون، بصح جي توجور اي دي رولاسيون مليح مع كاع الناس. معليش كوتش و فات باغتي لونسيان جينيراسيون لي زاني دوغ تاع الفوتبول الجيريان، ما هاد لا جينيراسيون جديده بالك شوف كاينه حاجه لا لا ولا لا قضيه تاع مونتاليتي لا والو لي برينسيبال كنقصوا شويه لي فالور، المشكل تاعنا احنا كثير المقبل لونسيان على بالك انا في يا في دي كاليتي تكنيكمون سي دي جوار دوي ما عند ربي يطلع يعرف يلعب بلو ميكان واحد ماتير كاين واحد فهمت سي دي كاليتي اني ويقبل يافي بوكو دو كاليتي باسكو كاين لي تيران فاق ولاد الحومه كل يوم ما صباح عشيه طب يا اخي كاين لي كانوا يخرجوا لي دي بون جوار دوك اكتيلمون ديجا لي تيران تاع الصغر هذو ما بقاوش، قبل كاين فاسو سبور سكولير كانوا لي مير جوار يجيبوهم من تما اكتيلمون سي بريك. المشكل تاعنا اكتيلمون سي لا فورماسيون، لا فورماسيون ما كانش خلاص اسمح لي لا فورماسيون ما كانش دي فوا تقول دون كلاب كاين لو رول دي تي اس كاين لو رول دو ديريكتور تكنيك سبورتيف، واش هو الدور تاعو؟ واش هو الدور تاعو في الكلوب؟ انا هذه لا كيستيون جو بوز اوتوماتيكمون الرول تاعو دوني ان بروغرام دو بلانيفي بور لو 19 في 15 سويف لونترينمون ديتيكتي لي تالون، هذا هو لو بلوز امبورتون، ماشي ان دي تي اس يدير لو تو دو بارتيسيباسيون دي جوار سينيور، خاطيك سينيور سينيور عنده مونترينور دو بروغرام تاع دي تي اس قبل اللي جان مش تقابل شحال من جوار شحال من وقت لعب جوار سينيور في 11 جوار هذا 15% هذا يعني هذا الشيء اللي شيء متنا المشكلة كتير مو بارابور كنت تقول لي دوكا كاين لي زون لي ريزو سوسيو قبل احنا يا في باتون دو ريزو لي شان يا دي قبل لا ري لا ري قبل دوكا تشوف لي شان يا بوكو تشان اللي ما تعرف بوكو تشان بريفي الناس قاعد تهضر كل واحد كيفاش يعبر، كاين اللي ما يعرفكش يجي يهضر عليك هضره انت ما قلتهاش، ما يعني ما شافكش خلاص ما تلاقيتش معاه خلاص، ها هو المشكل والراس تدير يعني ان سارتان مومون باش ما نقولش فوضى باش ما نقولش فوضى هذه تقول لي عقلي واش من عقليه احنا قبل كي ما داروا كان قبل خدمت في السعوديه جاني البريزيدون كوتش قلت له شوف كي عقليه الجزائري كي عقليه السعودي لا مونتاليتي الجوار كاع كيف كيف الجوار فيهم اللي مستوى عالي ما شاء الله وفيهم الجوار اللي يحب ما يترينيش يخلص مليح ويلعب تيتولار وما تحاسبوش نورمال روماريو نورمال سي نورمال انا مدرب جو سي با كابابل باش نجيري ان جروب وباش نحاسب لعاب على المردود تاعو وباش ما نخليهش يدير واش ما يحب نولي مش مليح، لا لا خدمتي هذا ضميري ما يسمحليش هذه امانه انا ما نعرفش الحيل اخو الله غالب على هذا الشيء كامل اللي حبيت تخرج هذا العام هذا حبيت صح لانه كان عندك ديتوش في هذا لا حبيت نخرج باسكو مثلا في لمسيو لمسيو كان عندك ديتوش نو
الهضره بزاف. شوف انا نقول لك حاجه، يعني الناس بون جبري سي لونفي، واش قلت لك ما كاش كونتاكت اوفيسيال. اسمح لي، كل واحد جبدوه في عالم. واحد خدمت في فريق في ظروف صعيبه كانوا قريب يطيحوا، سلكنا من الطيحه والحمد لله بفضل اللاعبين تاعنا نتفاهموا مليح. اوتوماتيكمون تو غارت سي تيستيم لي سيبورتير بغاك باسكو الشيخ خدام، الشيخ فهمت سيريو، شيخ شيخ قعد هذاك الاسبري ونحترمهم كيما دون دوتر كلا كيما في قسنطينة كيما هنا في الجزائر في سيربي برضو لو جيتي الحمد لله. يعني واحد دائما يحوس اللي يخمم في الخرجة، الخرجة تكون نقية ما تكونش الخرجة من مشاكل لا أكثر ولا أقل. ميدي كونتاكت أوفيسيال ما كان والو، يكذب عليك سيد خدام عنده كونترا الله يعاونو الله يوفقه. يعني ما كانش عبد القادر عمراني خاطئ، خاطئين يا خويا الخلاط باش نوضحوا. لا لا خاطئين، مادام احنا حكينا بكل صراحه اليوم نحكي، ما عندي ما نخبي على خويا، اقسم لك بالله ما هدرت معاه واحد، ما اتصلني واحد والو، ولا من باب الاحترام باسكو انت تماما واحد يحترم غير المهنه تاعه، غير المهنه تاعه. ولك لي زونترينور لما يديروا هذا الشيء كوتش الله يهديهم. لان حكينا مع مدربين اون بوست يقولوا لنا بلي دي زونترينور وبلي بريزيدون يعني بروف اون ابوي بالتليفون وكلش يعيطوا باش يحكموا العام الجاي. الله يهديهم، انا نقول الله يهديهم باسكو ان سارتان مومون هذه طيح من قيمتنا احنا كمدربين لا اكثر ولا اقل. يعني جو بونس كو في بعض الاحيان كاين وفي بعض الاحيان ما كاينش باسكو لي زانترميديير بزاف، هذو لي زانترميديير ان سارتان مومون سون دي فوا على الأوريجين دو بوكو دو بروبليم. هذا ما معليش كنت قبل ما نختموا الحوار نحكيو على الكاف برو وناكم واصلين. رانا برسك على بالك كاين واش تبدل لك هاد الشهادة مهمة، يعني أكبر شهادة خدم بها في لافريك وفي لازي. أكبر شهادة أوبليغاتوار كاف برو هذه، يقول كاين دورة صارت في المغرب، دورة صارت في تونس، ودورة هنا في الجزائر. بقينا قليل تقريبا 4 موديل 4 و 5 موديل. جو بونس كو هي مليحه مليحه دون تو الدومين باسكو تي افير ا ديزيكسبير، والنظريه تاعنا بارابور الشيء اللي شفناه في بعض الاشياء اللي يختلفوا، مي تقعد لا رياليتي دو تيرا هي الصح. مي دون لونسومبل جو بونس كو اللي تي امبورتونت باسكو انا في ريسامون كونفيرونس مع لونتونيل كيسمو اللي كان في ارسنال فانجر، كنت مع كونفيرونس فيديو تو فوا، يعني كون تو برو لا في دان اكسبير ان فوتبول سي امبورتون، يعني تشوف روحك بارابور الشيء اللي تعرفه الشيء اللي يقولوه. لي زيكسبير اللي جاو عندنا سوا دي تونيزيان سوا دي افريكان اوتوماتيكمون ثاني مستوى عالي، والاحتكاك جو بونس كو اللي تري امبورتون سا تري امبورتون. جو بونس كو تو ستاج بينيفيك، انا ما نخبيش عليك quand on aime ce métier on a toujours envie de connaître plus. Tu قال انا لا كبرت au contraire انا jusqu'à ce jour نشري الكتوبة jusqu'à ce jour je m'abonne في دي سيت في الانترنت باش نشوف الناس كومو يتعاملوا نشوف روحينا كيفاش نخدم اسكو كاين دي نوفيل ميثود، يعني pour que j'amène de la variation même في الخدمة على l'entraînement تكون اون سيرتين فارياسيون دو لو ترافاي تاعك. وغير كيما زاركم نخبروا عطاني بيتكوفيتش وكان عندكم يعني معك مدرب، كيفاش يعني لمستوا فيه من خلال الحديث معاه وكيفاش تشوف مستقبل المنتخب الوطني مع هذا المدرب؟ جو بونس كو ان شوز انا قلتها لصحابي تتحسب له، انا نقول له فات كي لا في لا تورني انا نقول قيمني nous a considéré autant qu'entraîneurs nationaux ou l'entraîneur des clubs fait les étrangers qui m'a fait les Algériens parce qu'il a découvert quand même l'environnement dans quelles conditions les clubs travaillent, enfin, il chauffe les infrastructures qui sont très importantes en Afrique du et c'est un contact qui permet à l'entraîneur national à un certain moment d'appeler un n'importe quel entraîneur d'avoir son avis sur un joueur عنده كيما لا سقساني على مداني سقساني تي واي est-ce que ça c'est important je pense que je crois que la communication
يعني تحس باللي كيف فيت ريبري من بعد نوزا انفيتي في سيدي موسى اون افينسيون كونفيرونس بونس هذا صوالح ما شفناهاش انا من وقت جولكوف من وقت جولكوف كي جا لهنا تاني اون سي ريوني معاها بليزيور ريبريز اي نوزا مونتري ميم سون بروجي دو سان ميثود دو ترافاي سيت ان انستركتور اوسي دو نيفو سا نوزا في بليزير باسكو تحس باللي راك Il y a quand même une certaine considération. Il faut qu'on arrive à considérer les entraîneurs nationaux pour que le football soit là. Je suis en train de faire un match de qualif dans le camp de septembre-octobre. Et fin mars, Inch'Allah, on a joué au qualif dans le Coupe du Monde. Mais c'est le premier prix qualif dans le Coupe du Monde. Ou sinon, la concurrence, elle est rue. Il y a des succès sur les matchs. C'est des matchs à haut niveau. C'est des matchs à haut niveau. C'est vrai qu'il y a un chien, ربما l'entraîneur chef, comme ça c'est sûr et certain, parce que des fois, j'évite de donner un avis. J'aime l'entraîneur ou j'aime le mehna qui nous fait chier, qui a un avis personnel. Mais dans la vie, il faut quand même connaître une chose. Il y a un métier, un de l'expérience, à un certain niveau, je pense qu'il sait gérer les matchs. Inch'Allah, ils vont faire quand même des bons résultats. Je pense que واحد يتمنى الخير اون لي مويا يورا تتر دي نوفو جوار مي جو بونس كو جيسكا بري دي كونترير الى في جيست الشيء اللي دار واحد ساعه بالنسبه لي الى جيست ربي يكمل ان شاء الله متفائل بالتاهل الى المونديال ان شاء الله باسكو لا راتي اون فوا كون ميريتي با دو لا راتي مع الاسف علاش يقول لي في الماتش يا دي مومون كلي كيلفو سافور جيري سادي ساسي لازم نقول لك ان سارتان مومون احنا اليمينينا من لا كونت دو موند على كوز ليفوري ليفوري ستاندير حسبنا كمل الماتش وباقى فيه بالك 20 سكوند اللي ربما اليميناتنا سي بور سا كو لا جيستيون دي زيموسيون في الوقت هذيك مهمه بارك الله فيك كوتش وصلنا الى ختام هذا الحوار وسامحني حرجنا بعض الاسئله لا ما كانش مشكل خويا انا اللي كان بكل صراحه ما عندي ما نزيد ما عندي من خلال التجربه تاعك الناس تقدر يعني تستخلص دروس ان شاء الله تفادى اخطاء وقعت فيها ان شاء الله ان شاء الله تمشي بالفرق تاعها الى بر الامان ان شاء الله هذا هو الشيء الامنيه تاعي باسكو شوف ما كاينش واحد ما يحبش ليكيب تاعو ما كاينش واحد ما يحبش ينجح ما كاينش واحد مي فوك اون اريف ميتر لي شوز كيما يقولوها كلير كل شاكون فاس سون ترافاي كان كل واحد يخدم خدمته ويحاول يتقنها الناس قاعد تولي مليح واش تقول للجمهور الكروي عامة وجماهير شباب قسنطينة في الخدمة؟ يا خويا واش نقول لك؟ سي فري كو ما تنساش حاجة، مو جي في بلوس أكثر من 100 مقابلة مع شباب قسنطينة، ولكن إنسان يعرف هذا الفريق مليح هو أنا، والحمد لله هذه من 2016-2017 أنا والله دي فوا كي ندير ماتش نيل في بلادي ولا نخسر في قسنطينة نحشم نخرج والله ما نخرج نشري الخبز. والله لا نحشم. tellement que je respecte ces supporters-là. Je sais qu'écoute Eric, on ne peut pas faire l'unanimité. Okay. Mais en même temps, je peux dire que واحد راه يخدم في بلاصه يخدم بضمير وخلى العرض نظيف ونشكرهم على المسانده نتاعهم ونشكرهم ربما على حسن الضيافه. بالنسبه لي سيبورتور دو تو لي كلوب واش نقول لهم؟ نقول لهم حاجه وحيده برك. ايفيتي لا فيولونس. عفنا من المشاكل ولا بلي بيزوان دي جوار لا في الحبوسات ولا في السبيطارات ولا الفوك انا نشوفوا الاوروب الناس كيفاش يتفرجوا الفوك هذو لي كوميتي سيبورتور اللي عندهم الرول يقوموا به الفو سونسيبيليزي لي جون هذو باسكو والله يغيظوك سي دي جون عنده 20 عام 21 عام 22 عام يسيب روحه في ظروف ماهيش مليحه في بلاصه ماهيش بلاصتو واش نقول؟ نقول الله يجيب الخير باسكو نحبوا نكرهوا هذو لي زانفراستركتور تاع الدولة تاعكم تاعي لازم نحافظوا عليهم وربي يجيب الخير باسكو واحد يامنين والخير ما اكثر الحق فكرت والد بن شريفه لونسيون جوار تاعك مؤخرا جرينا مع حوار ويسال عليك الله يسلمك هو كانت يعني حكى على نادي الرياضي القاسم بيني قال لك سي ان كلوب ابار قال لك عشنا فيه دي مومون انوبليا صح خاصة في عام البطولة البطولة شريف شوف كنت الجوار اللي سيريو يسترا سيريو تو تساكر شي وليد فاميليا وليد فاميليا سي فري كو الكوتي تكنيك ايت امبورتون هو كانوا فيه زو صوالح يعرف يلعب ومربي سا سي لي امبورتون باسكو نحبو نكرهو انا تي فوا انا دي فون واش نقول للعابة نقول لهم نص الرجلة خوف نص الرجلة خوف الراجل يخاف على خدمته يخاف على خبزته
يخاف على مستقبله، يخاف من الله، يخاف من الله. هذا هو الراجل قبيحة عمره ما توصل. تحكي لي خطرة تتقبح وتغلط الناس، بس حيجي وقت اللي ربما الناس تعرف. هذا هو الشيء اللي نتمناه لكل واحد، وربي يوفق كاع الناس. بارك الله فيك. بلاد زي اخويا عنان، ونشكرك على ونشكرك على الهداف، كبرتوا معانا. الله يوفق. صحيت خويا، بلغ سلامي الكامل للاصدقاء.